والآن اسمحوا لي أترك حضراتكم مع كلمة مسجلة للسادة الوزراء: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. سعداء بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية الأخرى بشأن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي في إطار رئاسة مصر مؤتمر المناخ COP27، حيث تحرص وزارة التعاون الدولي دائماً على تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية لتوفير الدعم والخبرات المطلوبة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنفيذ الشراكات الدولية التي تقوم على 3 محاور رئيسية: اقتصاد شامل، اقتصاد أخضر، اقتصاد رقمي. المبادرة تسلط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تنتهج المبادئ البيئية والاجتماعية وتراعي آليات التحول الأخضر في محافظات مصر المختلفة، وهذا يأتي بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. مصر بدأت تعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر منذ عام 2014 في مشروعات كبرى في قطاعات التخفيف والتكيف من خلال شراكات دولية مع شركاء تنمية دوليين. سعداء أن كتير من هذه المؤسسات بتشارك في المبادرة اليوم، ومنها برنامج الأمم المتحدة للمائي UNDP وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women. كذلك في إطار التكامل بين المبادرات الوطنية والمسابقة الدولية Climatech Run 2022 التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، استفادت شركتين من الشركات الفائزة في الدورة الأولى من برنامج تسريع الأعمال. نتمنى للمتقدمين والمتسابقين كل التوفيق في الدورة الثانية من هذه المبادرة. صباح الخير. أحب في البداية أن أنا أعرب عن سعادتي بما حققتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال دورتها الأولى والثانية، واللي شرفت بتنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ أن كانت فكرة بمشاركة كافة الجهات المعنية في الدولة على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. الحقيقة بدأت هذه المبادرة مع بداية مؤتمر المناخ واستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمحض أن احنا نشجع المشروعات الخضراء على المستوى المحلي، المشروعات اللي لها تأثير في قضية تغير المناخ تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير مناخ 2050، وكذلك تشجيع الاستثمارات سواء من القطاع الخاص، الاستثمارات من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور المرأة في المجتمع المحلي أو على المستوى المحلي فيما يخص التصدي لآثار تغير المناخ، خاصة في قدرة المرأة على التكيف مع آثار تغير المناخ في المناطق الريفية. اتربطت المبادرة بفكرة مشروعات حياة كريمة من خلال المشروعات والتدخلات اللي لها علاقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ زي موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الجزء الخاص بالتكيف فيما يخص تبطين الترع، أو الموضوعات الأخرى الخاصة بترشيد استخدام المياه. المبادرة يمكن في نسختها هذا العام بتتعدى فكرة مؤتمر المناخ COP27 لتكون نشاط رئيسي داخل جمهورية مصر العربية، يقدر يوري أن الكل يستطيع أن يكون مشارك في عملية التحول الأخضر اللي بتقوم بها مصر حالياً تحت دعم القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن السنة دي كمان كانت الفكرة أن اللي ما كسبش السنة اللي فاتت هنقدر نديله فرصة أنه يكمل ويقدم المشروع بتاعه ويكون أكثر تكاملاً، ساعدناه أكتر بحيث يقدر إن هو يكسب في هذه المسابقة. الجزء الثاني المهم إن هذه المشروعات بتساعد ليس فقط على الابتكار، لكن عملية التكرار وإن احنا نكبر هذه المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية على المستوى المحلي. نتوقع إن شاء الله إن المشروعات اللي هتكون فايزة معنا السنة دي هتطلع معنا COP28، وهيتم عرض هذه المشروعات عشان نقدر نوجه رسالة هامة جدا إن مصر ملتزمة بالالتزامات بتاعتها في اتفاق باريس فيما يخص التصدي لآثار تغير المناخ، إن الكل مشارك في عملية التحول الأخضر،
خاصة الدور الخاص بالشباب والمرأة والاستثمار في البشر وكيفية أن يقوموا بدفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الدولة في الخطط والسياسات بتاعتها في عملية التحول الأخضر. 3، الاستثمار اللي مفتوح حاليا للقطاع الخاص، خاصة إن إحنا قدرنا في الفترة اللي فاتت إن إحنا يعني نطلق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي بحضور دولة رئيس الوزراء، واللي أطلقنا فيه المنصة الإلكترونية. كل شغل بيكمل بعضه، الشغل ده محتاج يظهر على مستوى العالم عشان نوري كيفية إن مصر بتنفذ التزاماتها متماشية مع التوجهات الخاصة بالتحول الأخضر وتنفيذ الخطط بتاعتها، وكمان ندي تجربة للدول الأخرى في كيفية الاستفادة من فكرة المشروعات الخضراء والذكية وتعبئة الطاقات بتاعة الشباب في تسريع وتيرة العمل المنافي. وكل الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكل العاملين على تنفيذ هذه المبادرة الوطنية، وتمنياتي بمزيد من النجاح والتوفيق، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية مبادرة من المبادرات الهامة اللي طبعا بتلقى رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية بنفسه. المبادرة جاءت ملبية طبعا لتوجهات دولة رئيس الوزراء والحكومة لإحداث تغيير حقيقي في ثقافة المجتمعات المحلية ورفع الوعي بالقضية الخاصة بالمتغيرات المناخية، وطبقا طبعا لما يتعرض ليه العالم وتتعرض ليه مصر في هذا الوقت، أصبحت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية نقطة انطلاق حقيقية لدمج البعد المناخي في اهتمام الحكومة في إجراءات عملها. من المنطلق ده وبعد نجاح الكاب 27 واهتمام العالم كله بقضية المناخ وعلى رأسهم مصر، سعت وزارة التنمية المحلية للتعاون مع طبعا وزارة التخطيط ووزارة البيئة والمحافظات لتعزيز آليات عمل هذه المبادرة الهامة من خلال طبعا ترسيخ استراتيجية يكون هدفها الأول هو إحداث تغيير مستدام للنمو الأخضر. عشان كده الوزارة طبعا بالتعاون مع شركائها من الوزارات والمحافظات أدركت أن هناك طبعا ضرورة ملحة لبناء قدرات الكوادر المحلية وتدريبها في هذا المجال، لأن هذه الكوادر لابد أن تسهم بضرورة إيجابية في تخفيض الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على محافظاتها كلها دور. والوزارة طبعا حثتهم على المشاركة الكاملة في هذه المبادرة وبذل الجهد لمحاربة المتغيرات المناخية والتقدم بمجموعة كبيرة من هذه المشروعات القيمة. المبادرة كان ليها نتائج متميزة في العام السابق، وفي هذا العام تقدمت المحافظات بأكثر من 5700 مشروع من المشروعات الخضراء والذكية، وبتتطابق هذه المشروعات مع المعايير الموضوعة بالمبادرة والواقع أن كل هذه المشروعات تهدف لتمكين القطاع الخاص والمرأة والشباب والمجتمع المدني، وتشجع المستثمرين لعمل مثل هذه المشروعات القيمة والهامة لخدمة المجتمع. في الفترة الحالية طبعا قسمنا المحافظات إلى 9 مجموعات، كل مجموعة عبارة عن 3 محافظات، وحصرنا المشروعات اللي متقدمة من هذه المحافظات وتعرضت على لجان مختصة، واستخرجنا 18 مشروع على مستوى كل مجموعة لتتقدم طبعا هذه المشروعات للجنة المشكلة بوزارة التخطيط، وبنأمل طبعا ان احنا نستكمل هذه الإجراءات مع اللجنة المختصة بوزارة التخطيط للوصول لأفضل وأنسب هذه المشروعات المطروحة من المحافظات. في النهاية طبعا بتقدم بالشكر لزملائي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وللسادة المحافظين على الجهد المشرف اللي تم بذله في هذه المبادرة والاهتمام البالغ اللي كان من المحافظات للإسهام في إنجاح المبادرة بإذن الله، وأتمنى التوفيق لمبادرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله. سيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين، أستاذ الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ جمهورية مصر العربية،
سعادة السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية المشاركة في المبادرة. في البداية أتوجه إليكم بأسمى آيات التقدير على ما تقومون به من جهود لدعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، تلك المشاركة المتميزة التي تعكس التفاني الكبير والالتزام العميق الذي قدمتموه في دعم القضايا البيئية والاستدامة، وذلك بالتعاون مع الخبراء والأكاديميين المتميزين من خيرة أساتذة الجامعات بالمحافظات المختلفة، وذلك نحو تحقيق أهداف المبادرة. وكما اعتدنا في استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030 على التأكيد على مفهوم التكامل، فقد سعدنا بأن يكون لدينا مشاركة فعالة تحقق هذا التكامل من خلال مشاركة لجان الخبراء بين الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة، والتي تضم أكثر من 33 أستاذا جامعيا وخبيرا أكاديميا في مجموعات متنوعة من التخصصات المختلفة للمشروعات الخضراء والذكية، مثل الطاقة، التغير المناخي، تقليل الانبعاثات، المباني الخضراء، واستدامة النظام البيئي والنقل المستدام، وغيرها من التخصصات. وهذا التنوع هو مؤشر للتفوق في هذه المبادرة المتميزة، وكذلك تشجيع المشاركة المجتمعية والاهتمام بدور المرأة والمشروعات في مختلف المحافظات والأقاليم، وهذا يعكس التفكير الاستراتيجي في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. وقد سعدنا بوجود تحرك على مستوى الأقاليم والمحافظات بين تلك اللجان، قامت فيه فرق العمل بالدراسة الجادة لكل مخرجات المبادرة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل، حرصا منا على إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتعزيز تحقيق أهدافها، مع تمنياتي بالتوفيق للسادة أعضاء المبادرة لتحقيق أهدافها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة رئيس مجلس الوزراء، الوزيرات والوزراء، المحافظين والسيدة المحافظ، السيدات والسادة ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلو المنظمات الأممية وشركاء التنمية، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. تلك المبادرة المتميزة والرائدة في مجالات هامة وملحة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة أثار تغير المناخ وتنفيذ التحول الرقمي. وأستهل كلمتي بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه منذ البداية على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة، وذلك تأكيدا على نهج الدولة المصرية إيمانا بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مواجهة تغير المناخ. وأتقدم بكل التحية والتقدير إلى الدكتور محمود محي الدين على مبادرته المتميزة وغير المسبوقة على مستوى العالم، والتي تركز على التنفيذ الفعلي لمشروعات خضراء ذكية على أرض الواقع، وتخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ضمن فئات المبادرة الستة، والإضافة أيضا معيار خاص بالتمكين وتكافؤ الفرص ضمن معايير تقييم المشروعات الأخرى. وكل الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة في هذه المبادرة وفي جميع المجالات والملفات ذات الصلة، وعلى دعمها ومساندتها الدائمة لقضايا المرأة المصرية. وخالص الشكر والتقدير للسيد السفير هشام بدر منسق عام المبادرة وفريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمه الدائم للمجلس منذ إطلاق المبادرة. السيدات والسادة، لقد ارتكزت جهود المجلس القومي للمرأة في الدورة الثانية باستمرار التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ، حيث عقد المجلس لقاءات بمقررات ومشرفي الفروع بالمحافظات، كما ارتكزت جهود المجلس على نشر الوعي بأهمية تحقيق الانتقال البيئي العادل وبقدرات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع. وفي إطار الدورة الثانية للمبادرة
فقد أنشأ المجلس لجان فرعية داخل فروعه مخصصة لمتابعة المشروعات المتقدمة عبر منصة المبادرة، وتم تقديم الدعم الفني اللازم. كما نظم المجلس تدريبات مدربين لخبراء وخبيرات وممثلين من فروع المجلس بجميع المحافظات على فئة المرأة بالمبادرة لتدريب نقاط الاتصال والميسرات الماليات بالقرى والجامعات وتقديم الدعم الفني اللازم للمشروعات المتقدمة. السيدة والسادة، وصل المجلس القومي للمرأة جهوده أيضا، حيث شارك من خلال خبراءه وخبيراته بالمحافظات في اللجان التنفيذية بكل محافظة لتقييم المشروعات المقدمة بفئة المرأة، وكان إجمالي عدد السيدات التي قدمت على المبادرة صفة عامة 2015 سيدة بما يعادل 36% من جميع المشروعات المتقدمة. كما بلغت المشروعات المقدمة على فئة المرأة خاصة 987 مشروع بواقع 17.6% من الإجمالي. واسمحوا لي في هذا السياق بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السادة المحافظين والسيدة المحافظة على ما قدموه من دعم لفروع المجلس بمحافظات الجمهورية منذ إطلاق هذه المبادرة. السيدة والسادة، وفي سياق إعلان نتائج الدورة الثانية من المبادرة، أود الإشادة بمجهودات السيدات المتقدمات للمشروعات سواء التي فازت أو التي لم يحالفها الحظ بالفوز هذه المرة، ومستواها المتميز لأنها أثبتت مدى وعي المرأة بأساليب مواجهة تداعيات تغير المناخ عبر حلول مبتكرة وخضراء وذكية. وفي الختام أؤكد على أن المجلس القومي للمرأة مستمر في دعمه للمبادرة ودائما حلول مصرية لمستقبل مستدام بإذن الله. شكرا لكم.